تفتكروا اجتماع القمه ده عشان ايه؟ واضحه اكيد هيدينا الوصايا والتنبيهات بتاعت قبل السفر. ايه رايكم فرصه نكلمه في موضوع طنط شهيره؟ لا طنط شهيره قالت انها هتكلمه بنفسها. ما هي رجعت وقالت ما اقدرش، لازم هو اللي يفتح معاه الموضوع. انا بطني وجعاني قوي، ما حدش فيكم معاه برشام مهضم؟ معلش يا اولاد انا كان معايا تليفون مهم ما قدرتش اسيبه. انتوا طبعا عرفتوا ان انا قبلت عرض الامم المتحده ومضيت عقدي فعلا. اقعدوا، يعني سفري انا وكنت اميره تقرر فعلا. مبروك. يعيش جناب السفير. لا مش سفير ولا حاجه، مجرد موظف. المهم الشوبينج، سويسرا فيها ايه مهم يا ايمان؟ بلاش التفاهه دي. ابي العزيز نهنئك من صميم قلوبنا ونتمنى لك وللسيدة حرمك المصون إقامة سعيدة في سويسرا، ونود أن نطمئنكم بأن الأمور هنا ستسير على ما يرام وكلنا بخير ولا ينقصنا سوى رؤياكم، وأرجو ألا تقلق فالسفينة في أيدي ربان أمين. طيب ممكن بقى نبطل تهريج ونتكلم بجد شوية؟ أنا طبعا مش معقول هسيبكم تقعدوا لوحدكم من غير ما حد كبير يقعد معاكم ويرعاكم. طنط شهيرة. طنط شهيرة. مين جاب سيرة طنط شهيرة؟ لا احنا فهمنا كده يعني حضرتك، يعني قلنا ان انت بتسألنا يعني نفضل مين يقعد معانا. فاحنا بقى بنرشح طنط شهيرة. دي مش انتخابات، انا اللي اختار اللي اتمنوا عليكم. شهيرة مش الشخصية اللي أنا وباباكو نطمن عليكم معاها. مالها بقى طنط شهيرة؟ احنا ما نحبش حد يجيب سيرتها، وبعدين احنا بنحبها زي ما هو بالظبط. احنا فاهمينها وهي فاهمانا. أنا أسفة، أنا كان لازم أفهم إني مهما عملت هفضل غريبة بالنسبة لكم. سعد أوي أثبتوا فعلا إنكم قلالات الذوق وسخفة. سوري يا بابا، مرات حضرتك هي اللي قالت كلمة مش لطيفة عن خالتي. ما علينا، أنا جمعتكم دلوقتي علشان أقول لكم اللي هتقعد معاكم هي عمتكم طنط وفية. أنا كان لازم أفهم كده من الأول لما طلب مني أكلمها في المنيا.